السلام عليكم متابعي عشاق الخياطه والتفصيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحه جيده ان شاء الله. في الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا واحد الفكره رائعه واللي بزاف منا كيحتاجها في فصل الصيف، واللي هما هاد لي موستيكار او لا هاد الشبكه ديال النوافذ. كيفاش نديروها نقادوها تجي الشكل ديالها مزيان وتجينا سهله في الاستعمال؟ هنا كيف ما كتشوفوا عندنا التوب ديال التيل، درتها انا بالتوب ديال التيل باش هكا تسهل انكم تصبنوها حسن من داك الشبكه ديال البلاستيك. وعندي هنا سكراتش، السكراتش كيدير الثمن ديالو 3 دراهم للمتر، كيكون فيه داك الجهه اللي رطبه هي اللي غادي نخيطوها على التوب باش الا صبرناها ما تقطعش لينا التوب، والجهه اللي كتكون حرشه هي اللي كنلصقوها على النافذه. هنا كتاخذوا القياس ديال النافذه اللي عندكم سواء كانت كبيره او لا صغيره كيف ما شفتوا في الصوره. اذا هنا انا خديت النافذه الكبيره، خديت متر ونصف على متر ونصف، يعني كتجيب كيدير 20 درهم للمتر، كتجيب 30 درهم. الطريقه ديال التفصيل ديالهم كتاخذوا الطول والعرض ديال النافذه صافي، وكتجيو هنا للتوب. هنا عندي واحد القطعه ديال النافذه صغيره غادي نتني بحال هكا، كتزيدوا سنتيمات الخياطه، وكنجيب داك السكراتش اللي رطب وكنحطو بهذا الشكل هذا، وكنخيط على الحاشيه ديالو، راه كتكون فيه واحد نصف سنتيم ديال الخياطه فيه بهذا الشكل هذا، كنخيطهم. وحاولوا انكم ما تجبدوش التوب ديال التول، لان الا جبدتوه غادي يجيكم فيه تموجات، وغادي يجيكم في القياس، يعني منين تجيو تركبوا على النافذه غادي يجيكم القياس فيه يعني الديكالاج، يعني من الاحسن انكم ما تجبدوش. صافي كنتنيو سنتيم للداخل باش يجينا يعني هاد الشبكه تجينا مفينيه. خيطنا كيف ما شفتوا بحال هكا من الجهه الاولى، دابا نعاودوا من الجهه الثانيه. قلت لكم هذه الطريقه هذه ممكن ديروها كمشروع، يعني النوافذ الكبار فيهم متر ونصف على متر ونصف. وبالنسبه للثمن ديالهم انا غادي نشوف الثمن ديالهم يعني في المواقع شحال كيديروا، وغادي نخليها لكم هنايا. هنا غادي نجي من الجهه ديال العرض بنفس الطريقه، غادي نخيط كان 2 سنتيم للداخل، 2 سنتيم كتكونوا زدتو على القياس ديال النافذه. وبالنسبه للسكراتش يعني اللي كتلصقوا في النافذه، فانتوما كتلصقوه يا اما بالكولا ديال السيليكون، المسدس السيليكون، اولا كتلصقوه باللصاق اللي كيكون دوفاس، يعني كيلصق على الجهتين، راه بوجود كيتباع يعني في المحلات اللي كيبيعوا اللوازم هادشي ديال البناء ولا لوازم ديال المنزل. هنا كنخيطوا من الجهه الثانيه كذلك، نفس الطريقه غادي ندير من الجهات الاخرى. نخيط لكم غير جوج الجهات، الجهه العرض والجهه الطول، والجهات الاخرى غنخيطهم باش ما نطولش عليكم الفيديو. هنا كي كتشوفوا كيجي الشكل ديالو، شوفوا الجهه اللي ملهيه درت فيه جبدت فيها شتو وجا شويه متوجه على الجهه الاخرى. داكشي باش بغيت ننصحكم انكم، لان التوب كيكون كيتمدد ديال التول من واحد الجهه فما تجبدوش، كيجي بحال هكا الشكل ديالها. وبنفس الطريقه كتلصقوا على الدوره ديال النافذه داك السكراتش اللي كيكون الجهه ديالو يعني حرشه، باش هكذا تجيكم سهل في التلصاق ديالو كيف ما غادي تشوفوا. هنا كيف ما كتشوفوا انا لصقتها، هي ملصقه عندي بالشبكه، راه ما غاديش تبان لكم مع الاضاءه. لصقت السكراتش على النافذه، وهذاك الجهه الرطبه لصقتها على التوب. هنا غتشوفوا كيفاش غادي ديروا، يعني ملي بغيتوا تحلوا السترجم كتحلوه من واحد الجهه داك السكراتش، وكتطلعوا ليدو اولا تحلوا السترجم كيف ما بغيتوا، وترجعوا تسدوه كيجي الشكل ديالو رائع وسهل في الاستخدام ديالو. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنساوش تشاركوا مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش كذلك الاشتراك في القناه باش توصلوا باي فيديو حطيتوه. كنبغيكم بزاف بزاف، في امان الله، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.